بالألقاب والصفات. تحية النضال والصمود، وأشكركم على الدعوة الكريمة لحضور احتفالات فعالياتكم بعيد النوروز. باسم رفاقكم في حزب النهج الديمقراطي في المغرب، أحييكم تحية النضال والصمود، وأشد على أياديكم وأهنئكم بعيد النوروز، هذا العيد الذي حضرنا فعالياته ورأينا البهجة والفرحة في أعين الشعب الكردي، وأيضا مدى تشبت الشعب الكردي بثقافته. وتعرفون أن الثقافة هي ما يتبقى للشعوب حين تفقد كل شيء، ولذلك هي المقوم الأساسي للمقاومة. وكان هيملر أحد جنرالات هتلر يقول: حين أسمع كلمة ثقافة أسحب مسدسي، لأنه كان يكن العداء للثقافة، لأنه كان يعرف أن الثقافة هي جوهر الهوية وهي الإكسير ضد طمسها أو هضمها. لذلك لا خوف على الشعب الكردي، فهو حتما سينتصر وسيحقق حقه في تقرير المصير وإقامة السلطة الديمقراطية الشعبية في أراضي الأكراد بصموده ووحدته وتضامن كل شعوب العالم معه. وفي الوقت الذي تحتفلون بالنوروز عيد الفرح والبهجة، تدق طبول الحرب من جديد بين قطبين على الأراضي الأوكرانية. لذلك لا بد من الوقوف ضد هذه الحرب باعتبارها في الحقيقة حرب لا تخرج عن الحروب الإمبريالية التي تدفع ثمنها الشعوب. لذلك علينا أن نناهض هذه الحرب وندعو إلى وقفها وحل حلف شمال الأطلسي. وأدعوكم حضور الكرام إلى التفكير في إقامة جبهة عالمية ضد الحرب الإمبريالية، أو جبهة عالمية ضد الحرب بصفة عامة ومن أجل السلم والسلام العالميين. عاش الشعب الكردي، وعيد النوروز مبارك، والحرية لأوجران، وشكرا على حسن استماعكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.